رب العالمين. خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء شرف وزيادة في التمكين. رب العالمين خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء شرف وزيادة في التمكين. أمر الملائكة يسجد الخلق الجديد، سجدوا الملائكة كلهم إلا العنيد، شيطان رجيم مغرور لعيب يقول لرب العالمين. أنا خلق نار وده خلق طين، ما سجدش صار من الملعونين. وسوس لآدم في النعيم وشاور له عالشجرة اللئيم، قال له الخلود سر الوجود، بس انت دوق تصبح أوام، تصبح أوام من الخالدين. حين شرع الحق سبحانه وتعالى في خلق آدم، جرى حوار بينه وبين الملائكة، وكان من شأن هذا الحوار كما ورد في التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. فأبان لهم رب العزة سبحانه الحكمة من وراء خلق آدم، فعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فأقروا بقصور علمهم وصدعوا للحق والبرهان المستقيم. أما إبليس الأخرق فقد خرق إجماع الملائكة الذين استجابوا للحجة البالغة، وكانت حجته الخسيسة أنه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار
وخلقته من طين، فكان أول مخلوق يرفع عقيرته بالنداءات العنصرية البغيضة ويتطبع بها، فكان أول من رفع لواء العنصرية كأول داعية لها في الكون، لذلك طرد من رحمة الله جزاء وفاقا على عنصريته وتكبره. أتعرف يا أخي هابيل، كلما جلست مع أمي أطلب منها أن تحكي لي عن الحياة في الجنة، فكانت تروي لي عن النعيم والأمان وأشياء كثيرة، ولكنها كانت تنهي حديثها دائماً بالبكاء. لقد أذلهما الشيطان وخدعهما وتسبب في خروجهما من هذا النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا تستعيذين من الشيطان يا أختي العزيزة؟ هل حاول أن يؤذيك؟ قابيل، إني أستعيذ منه دائماً كما أمرنا الله، ألا تستعيذ منه أنت أيضاً وتدعو الله أن يهديك؟ أجل، بالطبع، ولكن هذا اللعين لا يجرؤ على الاقتراب مني. أدعو الله أن يعيذنا جميعاً منه ولا يجعل له علينا سبيلاً. أخي الحبيب، إني أفتقدك كلما انشغلت عني بهذه الأغنام وتتركني أعمل وحدي في هذا الحقل. أنا لا أتأخر أبداً عن مساعدتك يا أخي. أعلم يا أخي، فأنت نعم الأخ. كيف حال جرحك؟ ألم يطب بعد؟ إنني بخير والحمد لله. هيا نعد يا إخوتي قبل أن يحل الظلام، فإني أسمع واء الذئاب من بعيد. هيا بنا، فأنا أخشى على الأغنام منها. هيا. ما الذي جاء بك أيها الإبليس؟ ألم يكفك ما جمعت من أعوان؟ توقعت أن تستقبلني بشكل أفضل أيها الكبير سوميا. لم تجب عن سؤالي، ما الذي أتى بك؟ جئت أعرض عليك التحالف معي، فأنت كبيرنا وأنا لن أستغني عن مشورتك، فكلمتك مسموعة ومطاعة من الجن. هل تريد تكرار ما حدث لنا من مآسٍ في الماضي وكنت أنت شاهداً عليها؟ بل وشاركت مع الملائكة في غزونا، فأصبحنا كما ترى مشردين مشتتين في الجبال وجزر البحار. لا 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 لا، لم أقصد هذا، بالعكس، فأنا أعمل على توحيد وجمع الجن ليكونوا تحت رايتي، أقصد ليكونوا تحت أمرنا أنا وأنت لمحاربة آدم الذي غزا أرضنا هو وبنوه. آدم الذي أغويته يا إبليس وتسببت في خروجه هو وزوجه من الجنة، ماذا تريد منه بعد ذلك؟ ماذا تريد منه بعد أن فعلت فعلتك معه؟ تذكر روايتي يا سمية، ولا تذكر أنه تسبب في طردي من رحمة الله وحلت علي لعنته إلى يوم الدين، ف
فخسرت دنياي وآخرتي؟ لماذا لا تذكر ذلك يا كبيرنا؟ إنه كبرك وغرورك أيها اللعين هما من تسبب فيما أنت فيه الآن. لا تلقي باللوم على آدم، بل عليك أن تعض أصابع الندم وتتجه إلى الله، عسى أن يتوب عليك. من هذه؟ من هذه الجميلة التي تجرأت على إبليس في حضرة كبيرنا؟ لابد أنها ابنتك. ابتعد عني أيها اللعين. إني أنتظر ردك يا كبيرنا. لقد أخطأت في طلبك هذا يا إبليس. ستبقى وحيدا يا سمية، فأتباعي يتزايدون ولا يعصون لي أمرا. لقد سمعت رد أبي أيها اللعين، اذهب ولا ترينا وجهك القبيح هذا مرة أخرى. هيا سمية. لقد سمعت منا الرد، فاذهب، أنت غير مرحب بك هنا، اذهب. حسنا حسنا سأذهب، ولكن لا تلوماني على ما سأفعله. إقليمة، يبدو عليك الحزن، ماذا بك يا أختاه؟ تصرفات قبيلة تجاه أخينا هابيل باتت تزعجني وتقلقني كثيرا. أبي أيضا قلق من سلوكه، ونصحه كثيرا بضرورة أن يحسن تعامله مع إخوته. إنه يضمر شيئا في نفسه يا ليبودا، إنني أصبحت أخشاه. إقليمة، ماذا تقصدين؟ فكلامك أخافني أنا أيضاً. لا أعرف ماذا أقول لك، ولكني أدعو الله ألا يحدث مكروه لأخينا هابيل. لقد انقبض قلبي من حديثك يا أختاه. كم أتمنى أن تكون هواجسي هذه مجرد أوهام. إني أندهش يا سمية من موقفك مع إبليس ومن عدائك له. هل يرضيك أن يحتل الأرض مخلوقات غريبة؟ هل يسعدك هذا الأمر؟ الأرض لم تعد لنا وحدنا يا عينة، بعد أن أفسدنا وسفكنا فيها من الدماء. إنه عقاب الله لنا، ولا نملك إلا أن نقبله. إنهم يزاحموننا أرضنا ويناصبوننا العداء. لقد بدأت العداوة من إبليس، إنهم مسالمون، وقد استخلفهم الله في الأرض ليعمروها. إنها إرادة الله ومشيئته. ونحن يا سمية، ما مصيرنا؟ نرضى بحكم الله عز وجل ونعيش في سلام، عسى أن يتوب الله علينا، ونبتعد عن طريق إبليس حتى لا يوردنا النار معه. إبليس هو زعيمنا من الآن وكبيرنا، ونحن معه لمحاربة آدم وبنيه. يا للمسكينة، نجح إبليس في إغوائكم وسيوردكم موارد التهلكة. كيف لعجوز مثلك أن تتبع هذا اللعين؟ لقد خدعكم وسيأخذكم معه في طريق لا عودة منه. أي طريق هذا يا سمية؟ طريق الحسرة والندامة يا عاينة.
من يأتيني بهذه اللعينة التي تطاولت على زعيمكم؟ من تقصد يا سيدي إبليس ونحن نأتيك بها في الحال؟ صليطة اللسان، تلك المسماة ياقوتة، ابنة سمية؟ أريدها مكبلة راكعة ذليلة أمامي كي تعرف من هو إبليس. سيدي إنها... ماذا بكما أيها التعيسان؟ ماذا بكما؟ ما لكما قد خرستما؟ هل تعجزان أن تأتيا بها؟ إنها ابنة كبيرنا. أنا كبيركم ولا كبير لكم غيري، هل تسمعان؟ أنا كبيركم. أنا آتيك بها يا كبيرنا أيها العزيز إبليس. غندور، لم أشك لحظة في مدى إخلاصك لي أيتها العزيزة، ألا تخجلاني أيها الشقيان؟ هيا أغربا عن وجهي، هيا. رهن إشاراتك يا سيدي. إيتيني بهذه الشقية الملعونة يا غندور، ولك عندي مكافأة كبرى. السمع والطاعة يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.